السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا النهاردة عامل لكم فيديو بقى لأولادنا الأطفال، حاجات اللي بيحبوها الأطفال. تمام، معانا كده كام صنف هم هوريه لكم، وكمان محضر لكم مفاجأة في الفيديو إن شاء الله، احتمال كبير سهيلة بنتي تبقى معايا في الفيديو. خليكم معانا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا يا جماعة، أول حاجة معانا دلوقتي اللي هو ان ايه، اكيد مفيش حد طفل او طفل ايه وكبير الا ما عارف الحاجات دي. ده اسمه هاريبو جيليكول، 80 جرام جيليكول، 22 جنيه تركي. هنفتح بقى ونشوف العيال دول، ولادنا دول اللي بيجيبوا الحاجات دي، العسلات دول. دي زمان كنا بنجيبها بجنيه اهو. بسم الله، نفتح بقى كده. بس طبعا هو يعني انا بصراحه يعني انا بتهيألي كلت الحاجات دي برضه، يعني مش هقول ان انا ما كلتهاش. ده طبعا المقص الجديد يا جماعه بتاعنا اهو، انا هحتفظ بيه في الشغل بتاعي ده اهوت، وانا برضه هحطه في البوله الجديده دي، برضه البوله دي الجديده برضه عشان يبان قدامكم اهو. الله، لازق ليه كده اهو. خلاص كده هو خلص كده، فضى دلوقتي اهو بالمنظر. ده ريحه كوكاكولا، ده والله ريحه كوكاكولا، طالع منه ريحه كوكاكولا يا جماعه. شوف المنظر اهو، دي طالع منه ريحه كوكاكولا. لو سمحت الله، هات واحده هنا دي قدام الكاميرا، واحده قدام الكاميرا، واحده بس. هو عاملينه على هيكل ازازه كوكاكولا؟ لا، كنا زمان بنقوم جايبينها واكلين حته من فوق كده على اساس ان ده ازاز، غطا الازازه. بس ما بتمدغش. لا، زي اللي باين كده. خدها مزعله كده اهو، جرب معانا بقى ايه بقى اللي فيه. يعني ما فيهوش اي حاجه حلوه، ده غلس قوي. طعمه حلو. لا والله غلس، طعمه حلو. ريحته كوكولا. لا، هو ريحه بس، انما انا مش عارف امضغه اصلا. اها، مدغته عادي. ها؟ مص كده؟ مدغته انا عادي، بتمدغ اهو. يتمدغ ولا تقعدي تمصي زي؟ لا بس ده عامل زي البلاستيك اهو يا جماعه، عامل زي البلاستيك يا جماعه اهو. مكوناته ايه بقى؟ هتتنم مع بعض كده وانت تشوف وتعرف النتيجه. اكيد مكتبين على الورق في ايه؟ هي حاجه كده. لا يا جماعه، لا يا جماعه، انا ما اشتريش البتاع ده ب 22 جنيه. انا اشتري عادي. لا ده مش حلو، مش عاجبني. هو ريحه الحاجه الكوكاكولا وخلاص، انما انا ما اشتريهوش كل، انا اشتريه بقى كل 5 سنين مره. خليكم معانا في الصنف اللي بعده. تاني نوع يا جماعه معانا اهو برضه، هو نفس الاسم، نفس اللي هو الهاريبو، ده 70 جنيه جرام، اسمه مارشميلو ب 22 جنيه، وصناعه تركيه برضه. ده التاني ده انا اتضايقت منه جدا، دفعت فيه 22 جنيه. يا جماعه ما تشتريش المنتج ده خالص خالص، ولا له اي لازمه ولا له طعم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو كوكاكولا؟ هو جيلي كولا. انا بس انا يعني لا لا لا، ده زي البلاستيك. اعوذ بالله، ليه حرام عليهم والله يصنعوا الحاجات دي كده. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفيننا كده يا جماعه اهو، ده بتاع هم، نشوف ده يطلع شكله ايه. بسم الله، اخرب بيت. كاميرا ايه ده؟ نفس البلاستيك ده، نفس اللي ده بيرجع تتاكل كده، يرجع في بقي بيدوب يعني. دوب ايه؟ لا ده طعم واحد بالتاني، ده مبلوع شوية. خلي حد يا جماعة اهو، ده شكله زي ما انتم شايفينه كده. سكر وبيض ولا ايه؟ انا عارف ايه ده، ده بياض بيض. خلي يا جماعة، ده مش عارف يعني لما اكل بقى هو ده فيه نفس فكرة المارينج كده تقريبا، بس 22 جنيه بس، بيفضل بقى طري مش ناشف. اه، هو التاني بيمط بلاستيك قوي، انما دي بلاستيك على خفيف شويه. اي والله. لا يا جماعه، معلش مش عارف والله. تركي باين. اه، تركي برضه. خلينا في الصنف اللي بعده يا جماعه. لا حول الله يا رب. الاطفال بيحبوا الاطفال ايه ده؟ اطفال خايبين قوي. لا يا اولاد ما تشتروش الحاجات دي. يلا يا جماعه، تالت نوع اهوت. يا رب والنبي يا رب يجي على كيف كده وعلى مزاج. حاجه اسمها بيبوتو جيلي، 80 جرام. اه، بيبيتو او بيبيتو جيلي، مش عارف انت كل ده ما جايبك يا سعيد. والله ما انا، الله يسهل لك، مش انا اللي جايبه. حرام والله. شوفوا يا جماعه اهو زي ما انتم شايفين كده، يعني مش عارف اياك بس يطلع فيه حاجه اعرف ان انا دفعت، ده انا دفعنا فلوس كتير. ده ب 16 جنيه ده، بس كتير قوي. 22 جنيه في التاني ده خالص ما يسهلش. ده المفروض ما حدش يستورده.
المفروض ما يستوردش والله لمصر. اه بسم الله الرحمن الرحيم. اه ده بيتهيألي ده اهو هينصف ده بيتهيألي هينصفني شويه اهو. بسم الله اهو. شوفوا يا جماعه شكله ايه شكل ال ده بيتاكل مع فنجان قهوه. يخرب بيت ده نفس المط هو نفس المط اللي هم بيستعملوا الجيلتين ده صار الحلال. والله نفس المط هم شويه السكر اللي مختلفين عليه شويه سكر كده يا جماعه شوفوا. لا لا مش نفس عليه شويه سكر كده. لا والله نفس اهو مغيرين بس طعم يعني. لا لا ده طعم خوخ. اه ده طعم زي الخوخ والبرتقال يا سعيد مع بعض. بس انا عايز اعرف هو فيه ايه. هو فيه هو فيه فايده ايه ولا فيه لا ده ده حلو. فيه فيتامين ايه؟ لا ده لا ده لا ده في خوخ هو فيه حاجه بس المطه دي غلسه قوي. لا لا دي احلى. ليه عاملين المطه دي احلى من المنتجين التانيين دول؟ لا دي حلوه سؤال ده يوجع بطن العيال. تحس ان انت بتاكل بتشربي شوفوا جات النظر كوبايه عصير برتقال. احنا بنحب احنا حاجات بهذه. انا هقوم حاطينه في التالت اهو. الحضاده كمان حلوه. هات الصنف اللي بعده. حضاده البرتقال كده. يلا يا حاج خلاص رأي الحاج والليمون انه احسن من الاثنين التانيين اللي قبل دول. اه فعلا ده هتكتبه في الاول. يلا هات التاني. قلبي دي يا جماعه دي كيت كات طبعا الماركه المشهوره جدا اللي معروفه اسمه ديسيرت. ديسيرت دي 250 55 جرام يعني ربع كيلو. دي ب 80 جنيه 80 جنيه اياك بس تطلع تنصفنا. هو طبعا احنا دلوقتي في الفاصل الحاجة قالت لك ده احسن حاجة او طعمها طعم التانك بتاع المشروبات ده. نفتح بقى ونشوف ده. هي دي دي خمس انواع. طبعا دي انتوا دي فيها يا جماعة هنا اللي لو تفتحها كده فيها دي عشان تقفلها تاني كده يعني. مش هتفضل اصلا. طبعا هي مش هتفضل خالص. اهو. هات الورق اي انت كده بس. خلاص. اهو. فيها كذا حاجة ايه. احنا هنشوفها بقى شكلها ايه من جوه. اهو. يا الله يا الله يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. خلاص خلي دي في جنب هنا نشوف بقى نجرب كده. بسم الله. شوف يا جماعه هي طيب هي فيها هناك. هي فيها خمس انواع. آه فيها خمس انواع كل نوع كم واحد لسه ما طلعهم لك. ما طلعهم لك بس. هات الكيت كات الاول اللي هي المشهوره بتاعتي. اه دي الاوريجينال. اه شوفي دي كده نجرب بقى نفتح كده ونجرب. ثواني هنتكلم على كل واحده بناكلها. لا انت اللي هتقول انت هتدوقهم كلهم. انا هدوق اهو. بسم الله. ايه طلعوهم عشان تعرفوا كام. طيب دي بالتشيز كيك ودي بالكريم بوليه تقريبا. ودي المنطقة تدوق من دي. خدي دي دي نفسها يا حاج. دي بايه؟ الاولانيه دي اسمها ايه؟ هسألك الكلمة. الاولانيه ايه دي يا سؤال؟ الثانية. اه عادي بالشوكولاتة اهيت. شوفوا يا جماعة. دي بالبراوني. شوكولاتة اهيت واكيد في جواها الكيت كات بتاع اللي هو الكيت كات المشهور. عندي كوكو. اه. دي انهي اللي معايا؟ نفس البسكوتة المشهورة اللي جواها. تاك كات اهو. فيها كام نوع يا صاحبي؟ الله. في نوع هنا بالكريم. حلوه يا جماعه. حلوه بسكوت عايز تسقع. خلاص النوع الثاني بقى. يلا عشان عشان الوقت يا صاحبي. ده بالترمسو. دول الاربع انواع. هو اللي انتوا فتحتوها دي ايه؟ نفس الكيت كات اهي. الاوريجينال؟ ماشي. هي دي اللي احنا بندقناها قبل كده يعني. يعني هي دي الكيت كات. دي الكيت كات شوكولاته الكيت كات. بالشوكولاته صح؟ ماشي. الاولانيه دي بالشوكولاته. خلاص؟ نجيب دوق بقى التانية. جيب التشيز كيك. هاتي التشيز كيك ده. عندك اسماء يا سهيلة يا بنتي. هما اللي مسمينا اهو. مش هنقطع بقى كده. انا عذبتني التانية. اهو. نفتح بسم الله. مش عارف يعني هيبقى في فرق ولا ايه بس هي لا هي سايحة. شوفوا يا جماعة كده. نفس دي بس عمال اخد منها حاجة. ايه الفرق بينها وبينها؟ فايزة. ما شفتش. فرق مش بسيط مش كتير. هاتي واحدة تانية زيها ودوقيها. دي انهي؟ ها؟ دوق معايا كده يا سهيلة تقولي رأيك. يعني نجيب نهي نشتري في نهي. مش احنا عايزين نشوف نشتري في انهي أحسن حكاية فيهم. أهو. ديت طعمها مختلف شوية بساط مش كتير. اللي هي دي. جيبي التشيز كيك. اللي هي ده. حلو. ديت اللي هي مشهورة اللي هي الكيت كات المشهورة دي اللي احنا عارفينها كلنا اللي احنا. أهو. دي اللي احنا بنشتريها يعني بس طبعا يعني بصراحه انا دول ب 80 جنيه واحنا اللي احنا جبناهم قبل كده يجوا برضو داخلين على كام و 60 جنيه. طب ما انا اشتري واحد كيس من ده على مياني كده اشتري واحد من ده انا واولادي احسن ما ايه بشتري اللي هي الحاجات الثانيه دي يخرب بيتها. ده 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 نرفزتني. خلينا بقى ايه نشوف هي دي مش باين فيها طعم التشيز كيك قوي. اه اه النوع الثاني بقى اللي بعده
ده ايه؟ ده بقى ايه؟ ده كريم بوري. كريم؟ كريم بوري. كريم بوري. بوري؟ بوري. بوري يعني ايه بوري؟ اللي هو البتاع اللي بيبقى شبه المهلبيه او الكريم اسمها ايه؟ اهو يا جماعه. لا انا بس عايز اشوف ده اللي بيدخل الفرن ده اسمه ايه؟ انا لسه مش حاسس يا سهيله، مش حاسس بفرق بينهم، عايز احس بفرق. لا مختلف. فرق؟ لا في فاتي دي يا سهيله دو ايه؟ دو دي. لا دي مختلفة عن الاثنين اللي فاتوا اللي قبل كده. اما زي ما يكون فيها سمنة بلدي. اي أيوة والله. سمنة بلدي. اي والله العظيم. دي وانت تعرف. اكل منك قهوة. خد يا ام سعيد. لا دو دي. انت بتفتح بالمقص. هاتي 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 ابوك. افتح لك انا. يا باشا انا اللي افتح لك انا. انت ما تتعبش نفسك خالص. اللي بعد كده بقى يلا قولي رايك بسرعه بدي، بس دي هتعجبك، هتعجبك عن الاثنين التانيين اللي فاتوا اهم. طعم مختلف. طعمها مختلف وجديد. طعمها مع فيها زي ما يكون سمنه بلدي كده. والله زي ما يكون سمنه بلدي. طب زميتك شميها كده. لا شميها. فيها لبن زياده اهو. سمنه بلدي لبن زياده. طب كريمه. اه وقطع كراميل اللي اعمل لها طعم البلد يا جماعه. تعمل لها اعمل لها طعم السمنه البلدي دي بصراحه تجربه روعه معايا في الكيت كات دي. البلده دي تجيبها لنا وتروح من صفي. يلا نخش على اللي بعده. خلاص كده يا دكتوره. نخش على النوع اللي بعده يا جماعه. النوع اللي بعده اهو. افتحي بقى معايا. افتحي معايا. خدي هاتي دي اللي بعدها. ان هي اللي دي البراوني. خدي ايه؟ خدي انا فتحتها لك اهو. اوكي عشان تقيم معايا. انا بقى يعني مش انا قلت لك ان فيها طعم السمنه بلدي. ايه تقيله؟ ده مامتك كانت تقيل. لا مش تقيله ولا حاجه يا عم. مش تقيل. ولا فيها اي تق؟ اهي دي يا جماعه نفس يا ماما اي حاجه بالنسبه لها تقيله. في حاجه هنا. الله دي فيها حاجه جديده. شوف يا جماعه حاجه زي الشوكولاته سمر. الشوكولاته سايحه جواها دي. فاهم يا سهيله؟ دي ايه؟ دي شوكولاته. جواها حاجه كده. دي ايه؟ دي بالكريز. بالكريز. ما شفتش. مميز. براوني بالكريز. جميله قوي. ايوه صح. هم عاملين هنا اورجانو. هم عاملين الصوره هي دي يا جماعه. الصوره دي. بصوا يا جماعه. لا ده مشروع ناجح. الكيكات. لا لا مشروع ناجح. ان انا اجيب دي. انا ما اجيبش دول خالص. اللي بالكريز ده هتبقى حلوه. انا لما سهيله بتقول لي وانا براجع معاها الفيديو ده 80 جنيه سهيله. قالت يا بابا ما هم شويه قطار هيعجبوه. وفعلا ممتازين ويساووا 80 جنيه واكتر كمان. ده يساووا اكتر من 80 جنيه. اللي هو الكيس الشوكولاته ده؟ والله 80 جنيه. 80 جنيه. خلينا بقى ايه في النوع اللي بعده. ديت اللي بعده. ترمسو. طيب لسه ايه؟ ترمسو ولا شغولي على الورقه؟ ده اللي هو الكيت كات بتاعه اللي هو بيبقى فيه البسكوت ده. اللي هو بيبقى فيه البسكوت ده يا حاج. شوف شنو اسمها. ده ريحه قهوه. فيها ريحه قهوه بجد يا جماعه. يا جماعه انا من غير ما ده الكيت كات ده اول مره. ده اجمل من اي كيت كات انا جربته قبل كده بالامانه. اجمل من اي كيت كات انا اكلته قبل كده. الكيت كات ده العلبه دي تجيبوها. تكون عندك. لسه في ايه؟ خلاص كده؟ اكتر واحده عجبتني. عجبت؟ فيها بن. فيها بن. فيها بن يا ابو سهيل. كده يا سهيله اللي انا عشان اجرب على مامتك واحده. تعجبك دي يا حاج؟ دي. هات يا باشا. ده لا تعجبك. تعجبك. طب ما خلاص تعجبك. ده حار. المهم. المهم دي كده. اكتر واحده عجبتني. التشيز كيك دي مش باينه فيها ان هي تشيز كيك. هي طعمها قريب من الاوريجينال. بعدها دي. بعدها اللي هي البراوني. براوني بالكرز. ماشي. ده راي سهيله يا جماعه. انا من عشان بس ما نقعدش على لخبطكم. اللي انا دولت اعتبر ان هم دول بثمن العلبه دي. انا دول ما دخلهمش البيت. ده هم ما دخلهمش البيت خالص. خالص يعني حرام. حرام ان انا ادفع فيهم جنيه ومش عارف الناس اللي بتستوردهم بتستوردهم ليه. الاطفال اللي بتاكل. لا اطفال يعرفوا ياكل حاجه ده كلها فوائد. اللي دي انت
دي تاكل ثلاث انفار دي يعني لما كنا ثلاث انفار عايزين ناكلوا حاجه حلوه ياكلوها ويتبسطوا ويشبعوا. مش فوائد ولا حاجه. خلينا بقى ايه في صنف في حاجه ثانيه يا جماعه اوريها لكم خليكم معايا. ده بقى يا جماعه انا طبعا وعدتكم قبل كده لما جينا عملنا فيديو بتاع البسكويت قلت لما يجي قدامي اي بسكويت هيعجبني انا هجيبه واوريه لكم في القناه. بصراحه البسكوت ده مشهور جدا على مستوى العالم ومش موجود كتير يعني مش موجود في اي محل تلاقيه لازم يعني في الماركات الكبيره او كده. انا جايبه من مترو ده بسكوت اسمه اللوتس 250 جرام يعني ربع كيلو ده كتير يعني كتير ربع كيلو كتير ب 42 جنيه ومصنوع في بلجيكا. هنفتح اهوت نشوف الطعم شكله ايه واقول لكم بالظبط ايه اللي يعني ايه الفرق بينه وبين اي بسكوت تاني احنا جبناه. بس طبعا هو ده بيتعمل بقى بيه الكيكات الحلوه اهو طلعوا كم واحد كده عشان يشوفوه. بسم الله اهوت اهو لسه اهو مكتوب عليه مختوم باللوتس اهو مختومه وتحس ان هو في دي اسمر دي كامل يعني شكله كده عاطفي ريحه جميله هو دي قمح فعلا ريحته جميله يا جماعه دي كامل دي كامل بالقرفه واو دي قمح بالقرفه يا الله 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 يعني سايع طلع كل حاجه بسكوت اطلعي سايع طلعي لا بسكوت روعه الفلوس حلال 42 جنيه هو يستاهل يبقى اكتر من كده ها يا جماعه اهو لا طعمه اهو شوفوا يا جماعه شكله روعه اهو انتوا شايفينه كده لا جميل في حمصه كده في لا في نظافه في صنعه وبعدين تحس انه مش تقيل يعني انت تاكليه مش هتحس بيه باي حاجه لا تحس ان اكن فده انا بكمل له يا جماعه بكمل الفيديو بتاع البسكويت زي ما انا وعدتكم قبل كده لا روعه اي حاجه هات البسكوت ده وانت مغمض نرجع بقى ها مكونات ايه دي كام هو دي قمح كامل يا حاج ده مزاج ده ممتاز بلجيكي هو باين على الطعم ده والله عجبني جدا ممتاز طيب نجيب بقى ايه نقيم المشروع اللي فات ده المشروع الفظيع اللي انا عملناه ده هو يا جماعه التلات انواع دول حرام حرام ان احنا نجيبهم ده والله يعني حرام لاولادنا انت يعني ايه دول تتفرج عليهم بس يعني انا ما اكلهمش انا ما فيهمش اي فايده ولا فيهم اي لا يعني شوف البسكوت اللي انا باكله ده انا عايز اسيب الفيديو واقعد اكل بقى الوقت لغايه ما اخلص العلبه دي شوفوا يا جماعه الجمال والطعامه والحلاوه خلاص ده حلو دي اللي هو بطعم التنج ده حلو عجبنا فيه اه ده الله لحظه بس لحظه بس يا حاج ده بقى يا جماعه انا من اجمل الكتكات اللي انا شفته في حياتي العلبه دي بلا استثناء كلهم بلا استثناء العلبه هتلاقي فيها جميع الطعم اللي انت عاوزه لو عندك ثلاث ولاد هيقعدوا انا عايز بكذا يا بابا انا عايز بطعم كذا يا بابا هتلاقي كل طلبك فيها هتجيبها معاك كده زي الباشا وما هتلاقي فيه حجم اكبر يعني ده نص كيلو ما هي ربع كيلو بس لا مفيش ده 255 جرام يعني ده 255 جرام انت ممكن تجيب الحجم الاكبر الايه اللي هو ال 500 جرام او هات اتنين مع بعض واشوفكم بخير يا جماعه اللي ما اشتركش في القناه ينزل يشترك في القناه دلوقتي ويعمل لي احلى لايك ويشير الفيديو ويدعي لنا واتمنى من الله ان الفيديوهات دي تستفادوا منها زي ما انا والله استفدت منها بجد انا استفدت من الفيديوهات دي وبأشكركم انني بعمل الفيديوهات دي. السلام عليكم شويه بقى حاجه.